تحديد نوع الخبر، استخرج خبر وبين نوعه، اسأل المبتدأ ماله، لو الإجابة نكرة يبقى خبر مفرد، لو الإجابة فعل يبقى خبر جملة فعلية، لو الإجابة اسمها اسم أو ضمير واسم يبقى خبر جملة اسمية، لو الإجابة جار ومجرور أو ظرف يبقى خبر شبه جملة. دي القاعدة لازم تكون حافظها أول ما تسمع نوع الخبر. ناخده مثال، الرجل قوي. الرجل ده مبتدأ، هنيجي جنب الرجل نقول له ماله، الرجل ماله، هيقول لي قوي. قوي دي ايه؟ نكرة؟ نكرة، اسمه نكرة، يبقى ده خبر مفرد. طب الرجل يصلي، الرجل ماله؟ يصلي. يصلي دي نكرة؟ لا دي فعل، الفعل لا نكرة ولا معرفة. هما يصلي ده ايه؟ فعل؟ يبقى خبر جملة فعلية. طيب الرجل صلاته طويلة، طيب صلاته طويلة دي نكرة؟ لا دول كلمتين. طب فعل؟ لا مفيش فعل، الفعل بيبدأ بيه وت، يبقى صلاته طويلة اسم ها اسم، صلاته طويلة اسمه ه واسم، يبقى ده خبر جملة اسمية. طيب الرجل هو المصلي، الرجل ماله؟ هو المصلي. هو المصلي دي نكرة؟ لا فعل، لا مبدأش بيه وت، اسم ها اسم، لا مفيش ه في النص. طب ضمير واسم؟ ايوه ضمير هو والمصلي اسم، يبقى دوت خبر جملة اسمية. الرجل في المسجد، في المسجد نكرة؟ لا فعل، لا اسمه اسم، لا ضمير واسم، لا في المسجد جر ومجرور، يبقى في المسجد خبر شبه جملة. الرجل ماله؟ بين المصلين، بين المصلين دي نكرة؟ لا فعل، لا اسمه اسم، لا ضمير واسم، لا جر ومجرور، لا ظرف، بين الظرف، ظرف مكان، يبقى ده بين المصلين شبه جملة خبر. المعلم له أفضال، له أفضال نكرة؟ لا فعل، لا اسمها اسم، مفيش هي في النص، ده حرف جر وهي واسم بس، ما مش اسم هي اسم ولا ضمير واسم ولا جر ومجرور لا جر ومجرور، له اللام حرف جر والهاء اسم مجرور. كده احنا عرفنا ازاي نطلع نوع الخبر، سواء خبر عادي او خبر ماسك. بنيجي عن مبتدأ نسأله ايه؟ ماله، المبتدأ ماله. نطبق بقى في امتحان ثانوية عامة 2021 علمي. الشاعر بيقول ابتدر مسعاك واعلم ان، ادي الناسخ اهو، من بادر الصيد من الفجر، من يعني الذي، ده اسم الناسخ، بادر الصيدة ده صلة الموصول، من اسم موصول بمعنى الذي، ودول صلة الموصول. فين الخبر؟ اللي بادر الصيد ماله مع الفجر، ماله ماله قنص، بقى القنص هي الخبر، وبقى ان القنص دي مش نكرة وهي فعل، يبقى خبر جملة فعلية. يبقى دايما الناسخ امسك الكلمه اللي بعديه واساله ماله، ماله لحد ما اوصل، يبقى بادر القنص قنص، قنص دي خبر جمله فعليه. طب ليه ما اخترتش بادر القنص؟ ليه؟ لان بادر القنص ديت جت بعد اسم موصول، واسم موصول اللي بعديه لازم وصله الموصول، ولو سالت من ايه مش معناها بادر الصيد، ماله بادر الصيد ما يكملش المعنى، لكن من بادر الصيد ماله قنص، هو ده اللي يكمل المعنى. مع الفجر برضك ما تتمش المعنى، لكن قنص هي اللي بتكمل، بتجاوب إجابة ماله، وده خبر جملة فعلية لاختيار رقم د. جزاكم الله خيرا.